تحت عنوان بناء تقنيات تكنولوجية قابلة للارتداء، الجامعة الأمريكية بالبحرين تقيم حفل ختام لطلاب مختلف الجامعات في مملكة البحرين، وبحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وبالتعاون مع معهد MIT، وبرعاية من بنك البحرين والكويت. أود أن أتقدم الشكر الجزيل إلى الجامعة الأمريكية في البحرين على استضافة مثل هاي البرنامج مع جامعة عريقة مثل MIT في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعاً مشاريع الطلبة كانت جداً متميزة وترقى إلى أن تكون منتجات تخدم المجتمع المحلي، وكذلك ممكن أن هي يتم تطويعها من أجل خدمة المجتمع. كذلك نشكر القطاع المصرفي والقطاع الصناعي على دعم مثل هاي المشاريع، وبالأخص أخص بالشكر بنك البحرين والكويت. We are very excited to announce the MIT International Science and Technology Initiative in conjunction with AUBH and powered by BBK. We're very, very proud of this. And this is a program that's designed to allow both high school students and university students to be introduced some of the latest technologies in wearable technology. اليوم احنا فريقنا فاز بجائزتين، People Choice Award والMost Innovative Award. اثنيناتهم احنا ما كنا متوقعين ان نفوزهم، اشتغلنا وايد وايد خلال هاي الاسبوعين علشان we make sure ان البرودكت مالنا كل شيء فيه يشتغل. فالحمد لله نشكر الله ونشكر الفريق الوايد حلو يعني ما شاء الله اللي تعبوا معانا، حاولوا بقدر الاستطاعة ان يسوون كل شيء in the most perfect way possible.